ناخد مدام هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ كل سنة الحمد حضرتك لله طيبين. وانتي بألف خير يا رب، اتفضلي. انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني، انا بصلي وبقطع في الصلاة ساعات، وعايزة اعرف الكفارة هتبقى التوبة بس ولا حاجات تانية. او السؤال التاني، انا اختي متوفية من سنتين، و يعني انا قدام الناس انا ماسكة نفسي وكده، بس انا غصب عني ساعات بحس ان انا موجوعة وخايفة أكون أنا كده بعترض على أمر ربنا. يعني أنا بقرأ لها قرآن وبسبح لها وببعت لها دايما دعاء وكده، بس لسه حاسة إن أنا نفسي ده ما كانش يحصل، فأنا خايفة أكون كده بعترض على أمر ربنا، فكنت عايزة الشيخ يقولي أعمل إيه بالظبط. حاضر حاضر، عندك أي سؤال تاني مدام هنا؟ شكرا جدا. شكرا، تابعين حضرتك. طيب، بتقطع في الصلاة، نعم. أعتقد إن ده ملوش كفارة، هي تلتزم في الصلاة. هو رقم واحد الصلاة بنص القرآن الكريم، رغم إن هي سهلة قوي وما تاخدش مننا مجهود ولا وقت، لكن ربنا في القرآن الكريم أخبرنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالإنسان أول ما يخشع ويستشعر حلاوة وجمال الصلاة هتبدأ تخف قوي. الصلاة محتاجة مجاهدة نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما بقاش منتظر ان ربنا ينزل لي ملك هو اللي يهديني للصلاه، لا، ده مجهود وعالج نفسي. وهناخد الاجر والثواب على ايه بالظبط؟ فانا محتاج لمجاهده النفس، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. رقم اتنين، محتاج الدعاء، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعيني على الصلاه ويتقبل مني الصلاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عقب كل صلاه ان نقول اللهم اعنا على ذكرك ومن ذكر الله إقامة الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاحظي حضرتك أن ربنا ما قاليش تعالى إلى الصلاة، وفي الأول الأذان بيقول لي الله أكبر، ما قالش أستغفر الله، ما قالش سبحان الله، إشارة ورسالة كأن ربنا بيقول الله أكبر من أن يقاس بغيره. حتى ما بتعجبنيش إن الناس يقولوا إيه الله أكبر من العمل، لا طبعا، الله أكبر من أن يقاس بغيره. فكان الواحد من الصحابة زمان بشغال فسمع الأذان ما ينزلش بالمطرقة، لا لا، يجي منزلها خالص. فالله أكبر من كل شيء، فوق كل شيء. حاجة تانية برضو بترعبني، تخيلوا يا جماعة إن الشيء اللي شغلك عن الصلاة ما لم يكن لعذر، يعني إيه العذر؟ رجل أمن واقف على بوابة ومفيش غيره. طبيب فاتح جسم مريض وشغال. في عذر خلاص غفر الله لك. مهندس واقف على مكنة ما ينفعش يطفيها لحد ما يأذن الله عز وجل ويأتي الوقت المناسب يصلي، لكن أنا بتكلم على اللي قاعد. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبارك الله في شيء يلهي عن الصلاة. أي حاجة. فلو بيذاكر مذاكرة منزوعة البركة، لو قاعد مع أولاده القعدة منزوعة البركة، كارثة. فالموضوع ده يرعب، فأنا محتاج إن أنا أجاهد نفسي في ده. تلاحظي حضرتك إن ربنا بيقول لي الله أكبر، وبعدين يقول لي حي، ما قاليش هو حي معناها إيه؟ تعالى. حي على الصلاة يعني تعالى إلى الصلاة. ليه ربنا ما قاليش تعالى وقال لي حي؟ كأن الحياة الحقيقية في الصلاة. حي جاية من مادة الحياة، فحياتك الحقيقية بالصلاة. وأنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الفرق بين الحول والقوة؟ دايما التحول عن الشيء السيء، والقوة على الشيء الحلو. فأنا لما بيقول لي حي على الصلاة فبقول لا حول عن الكسل ولا قوة على النشاط إلا بالله، لا حول عن النوم ولا قوة على الصلاة إلا بالله، لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، لا حول عن المثبطات، وخلي بالك حول يعني تحول وانتقال، لا حول عن المثبطات ولا قوة على النجاحات إلا بالله عز وجل. فالأستاذة المتصلة محتاجة جهد نفس بتقطع. من زمان العلماء ما كانوش يتكلموا عن الصلاة. ليه؟ ما كانش يخطر ببال العالم انه في حد هيجي وقت من الاوقات مسلم ما يبقاش ومصلي. بيصلي. لان ربنا في القران يقول فلا صدق ولا صلى. سامحوني،
اللي بيقطع في الصلاة وبيؤخر الصلاة ربنا توعده في جهنم بثلاث أودية. يا ساتر مش منهجي بس لازم الناس تعرف. امال ما بيصليش خالص بقى معاه بقى كارثة كارثة بجد. مش الموضوع مش سهل. الوادي الأول الغي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الوادي الثاني سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الوادي الثالث الويل والويل الوادي والهلاك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاحنا محتاجين بجد نركز في موضوع الصلاة ويبقى من أولويات حياتنا. يعني أنا وأنا نازل الصبح يبقى من أولويات حياتي أنا هصلي فين. يعني أنا دلوقتي خارج ظهر وعصر هيبقوا برا. طب الظهر هيتصلى فين؟ في المكان الفلاني وبعدها عندي اجتماع وبعدها رايح المكان الفلاني هصلي العصر في كذا. حتى وانا مسافر ابقى عامل حساب صلاتي وانا خارج لعملي عامل حساب صلاتي. تبقى من اسس حياتي اي لحظه ممكن يجيني الداعي اروح اقابل ربنا. فالموضوع ما فيهوش نقاط محتاجين ندعو الله عز وجل ومحتاجين مجاهده النفس طبعا.